حياكم مجددا مشاهدينا، ولا نزال في الحديث عن رمضان وهو فرصة عظيمة لإعادة التركيز على نمط حياة صحية وغذائية متوازنة لما في الصيام من فائدة صحية كبيرة على أجسامنا، ولكن بفعل بعض العادات الخاطئة اللي نفعلها قد لا يؤتي هذا الصيام ثماره. نتحدث عن هالموضوع مع الأستاذة سمية الإبراهيم، اختصاصية التغذية العلاجية. صباح الخير. صباح النور. فعلا مثل ما ذكرت، شهر رمضان هو يعني متعارف عليه هو شهر الصيام، وبالتالي نسبة الأكل تقل لفترة طويلة، فإحنا نتوقع أن الناس ينزل وزنها، لكن للأسف في كثير من الناس رمضان هو الشهر اللي يزيد فيه وزنهم، فتلاقي بسهولة زايدين 2-3 كيلو في بعض الحالات أكثر، نتيجة للأكل الرمضاني اللي ميزة أنه هو يعتبر عالي بالسعرات الحرارية وأيضا عالي بالسكريات. راح أتكلم اليوم عن العادات الغذائية السيئة اللي إحنا نتبعها في شهر رمضان، واللي تؤدي سلبا على تدهور، أو اللي هي تؤدي إلى تدهور صحتنا وزيادة الوزن في هذا الشهر. نبدأ من تدري نحن عندنا الرئيسية الثنتين اللي هي السحور والفطور. ياتي بعد الفطور موضوع الغبقة، هذه تقريبا شبه رئيسيه. صحيح. خلينا نتكلم عليهم كل وحده، كل وجبه فموضوع انا بركز على الاشياء الغلط اللي احنا قاعد نسويها في الوجبات. فمثلا في وجبه الفطور، رمضان الشهر هذا او يعني صار له كذا سنه جاي في شهر الصيف، العطش يكون وايد شديد في فتره الصيام، وبالتالي التعويض يكون تعويض خلينا نقول خاطئ فتره الفطور، اللي هو يصير في اقبال على المشروبات، في مشروبات معينة تنطرح بس في شهر رمضان اللي هي تكون عالية بالسكريات. فمن الأشياء الغلط اللي قاعد تصير إن أنا أشرب ممكن كوبين من خلينا نقول المشروبات الرمضانية العالية بالسكر، وفي بعضهم يكونون عبد المحسن أوريدي هم فيهم سكر، خلينا نقول السيرب ماله، ويضيفون له هم سكر بزياده، فيصير المشروب وايد حالي. نعم. والعائله كلها تشربه بما فيهم الاطفال. فشنو في اشياء بدائل للمشروبات الرمضانيه العاليه بالسكريات؟ مثل ما انت شايف اول شيء هنا عندك عبد المحسن اللي هو الماء المنكه. نعم. فالماء احنا اللي نحتاج نعوضه، ولو تشوفون هنا هم جاي بكميه ماء، طبعا انا احتاج بما يعادل 8 من هذيلة او 10 من بطوله الماء اللي انا اشربها وقت من وقت الفطور الى وقت السحور، فممكن صين ماي او الماي المنكه فتره الفطور، وبعدين على كل ساعه او تقريبا ساعتين اشرب لي جلاس ماي لفتره السحور عشان اقدر اعوض نقص السوائل اللي قاعد تحوشني فتره الصيام. طيب استاذ سميه، خلينا نتكلم اول شيء عن هذا اللي قلتيه. الماء المنكه هو يعتبر بديل للمشروب الرمضاني العالي بالسكريات او للعصائر، فهو يروي الشخص بنفس الوقت. في ناس تمل من الماي، ما تبي بس تشرب ماي، تقول انا بغير شوي النكهه، فاللي ممكن يسوونه انه يحطون ماي مع ثلج ويضيفون له نكهه مثل ما هو موجود هنا، ليمون مع نعناع. حلو. او في بعض الناس يحطون مانجا، ما يعصرون المانجا وانما شرائح المانجا، فهي تعطي نكهه المانجا وليس عصير مانجا، وبالتالي نسبه السكريات في هذا المشروب تكون قليله. ايضا من قابل للشرب او شيء؟ قابل للشرب. اي نعم. طيب. من ايضا المشروبات اللي الناس ممكن تقبل عليها في رمضان اللي هو الكركديه، مثل ما انت شايف عندك هنا. قابل للشرب؟ راح ما ادري اذا راح يعجبك ولا لا، لانه بدون سكر فهو قابل للشرب. لكن الكركديه مثل ما انت هم هني عندك اللي هي نبتة الكركديه نفسها تعطينا اللون الاحمر، في ناس وايد يحبون لون المشروب الاحمر في رمضان، فممكن يحطون معاه ثلج بالخلاط ويحطون معاه شويه ليمون اذا كان وايد بارد مع سكر ستيفيا حق اللي يبون طعم الحلات، يطلع طعمه حلو واختيار موفق بديل للمشروب الرمضاني اللي هو العالي بالسكريات. ايضا العصائر مفروض ان احنا نقلل من استهلاكها، ويكون يعني خلي يكون التركيز اكثر على الماء، لان احنا نبي نعوض السوائل، فما راح نعوضها عدل اذا احنا اخذنا مشروب عالي بالسكر. فهذا بالنسبه حق السوائل. نية على اللي هو الفطور في رمضان، طبعا السفره الرمضانيه ما تخلو من السمبوسه والكبه والفناتك اللي قاعد تصير قابل للاكل، كلها قابل للاكل. عبد المحسن، الفرق ان السمبوسه هذه مقليه، بينما الكبه هذه حاطينها بالاير فراير او الجهاز اللي هو يطبخ عن طريق الهواء الحار. فهم هذه من الاشياء اللي الناس تبي تستعد ان هي تستقبل رمضان في ان هي تنزل وزنها. وجود الماكينه هذه اذا انتم ما كان عندكم اياها بالبيت، وجودها يعتبر جدا مهم، اللي هي الاير فراير. عبد المحسن، اللي تحط فيها انت الكباب والسمبوسه او البطاط، وينطبخ مو يعني ما
تقليها، ما تصير ديب فرايد، وانما ان تحطها انت بس بالجهاز فتنطبخ عن طريق الهواء الحار، وبالتالي السعرات الحراريه تكون اقل. طبعا شكلها لو تشوف انت هني مو نفس الكبه المقليه، الكبه المقليه يكون لونها غامج، هذه لا لونها يعني خلينا نقول انا ما نحطت بالزيت فما تغير لونها، لكن صحيا وايد السعرات الحراريه تقل. وممكن بدل ما الواحد ياكل كبه واحده مقليه ممكن ياكل ثنتين مشويه، فممكن الواحد يحطها بالفرن او انه يشتري الجهاز هذا. انا اشوف الجهاز هذا وايد عملي، لان انك بس ان تحط فيهم وتشغله على الكهرباء، ايضا طريقه تنظيفه تكون سهله لربات المنزل. من الاشياء اللي انت ذكرتها ايضا الخاطئه في شهر رمضان اللي انا اشوفها السبب الرئيسي لزياده الوزن، اللي هو الحلويات الرمضانيه. الحلويات الرمضانيه يميزها شغلتين، الشغله الاولى ان انا هي عباره عن طحين وسكر، فهو محتوى الوصفه نفسها ما هو صحي، عباره عن طحين وسكر وممكن زيت او زبده، وبعدين امسكها واقليها، فاحنا نحطها في ديب فراي او مقلي مع الدهن، فتطلع شيء مقلي، وبعدين بعد ما نقليها ونخلص نقوم نحطها داخل الشيره او داخل اللي هو القطر، ونغمسها في كميه سكر جدا كبيره، فيطلع لنا منتج عباره عن طحين وسكر وزيت خالي من اي قيمه غذائيه. ومو بس هني المشكله ان في ناس تاكلها مثل البنك، يعني ما تاكل تنتين ثلاث، فتلاقي يحطون خاصه الجيمات وصارت السوالف وحكي ودله القهوه موجوده يمهم، ينسى الواحد ينسى الواحد نفسه. فهذه الامور هي اللي خلينا نقول السبب الرئيسي لزياده الوزن، موضوع الكبب والسمبوسه المقليه اللي موجوده بشكل يومي في سفره الفطور، وبعدها تليها اللي هي الغبقه اللي فيها نسبه زيوت ايضا جدا عاليه ونسبه سكريات. الناس المصابين بالسكر تلاقي سكرهم وايد دهور في شهر رمضان، عشان كذي البديل الافضل للغبقه الرمضانيه ان احنا نوخر عن الموضوع الاشياء المقليه، او عن خاطر الواحد ياكل واحده او ثنتين اذا كانوا شويه صغار، ويعوضها باللي هو الحلويات اللي هو الاساس مالها حليب، مثل ام علي، مثل المهلبيه، الاشياء اللي فيها فواكه بالضبط. فمثل المهلبيه ممكن الاشخاص هم المصابين بالسكر يسوون مهلبيه صحيه اكثر، انهم يضيفون لها سكر ستيفيا بدل ما يضيفون لها السكر العادي. في ناس وتحط فوق طبقة المهلبية قمردين، فأيضا احنا زدنا نسبة السكر في اللي هو الحلو الرمضاني هذا. من الأمور الأخطاء الشائعة أيضا اللي قاعد تصير في شهر رمضان ان احنا نهمل شوية استهلاك الخضار، فما يصير في سلطات وايد، تلاقي ان احنا يواعة وصار وقت الفطور فبسرعة ندش على الطبق الرئيسي والمقبلات الكبة والسمبوسة، ونهمل شوية موضوع السلطة، مما يؤدي إلى من أشهر المشاكل التغذوية اللي الناس تعاني منها في شهر رمضان اللي هو الإمساك بسبب قلة الماء وقلة استهلاك الألياف. عشان الواحد يعني يتجنب الشغلة هذه لازم يزيد من اللي هو شرب الماء خلال فترة الفطور، واستهلاك الألياف أيضا خلال فترة الفطور والسحور. تكون التشريبة عبد المحسن تعتبر من الأطعمة الرمضانية اللي جدا صحية، إذا أنا ما التشريبة إذا أنا حطيت خبز رقاق الأسمر وحطيت اللي هو الخضار أكثر من البطاط مثلا، يعني إذا كانت التشريبة أغلبها بطاط ومع الخبز رقاق فصار نسبة الكربوهيدرات تقريبا عالية، لكن إذا أنا حطيت فيها كوسة وبيديان القرع اختيار أيضا جدا موفق وعالي بالألياف. في مشكلة واحدة بموضوع التشريبة، إذا كانت تشريبة لحم وتنوكل كل يوم، أنا أعرف ناس مثلا إحنا في بيتنا يوميا نتفطر تشريبة إنه خلص كافي، لكن شنو ما هي تشريبة لحم كل يوم؟ فممكن الواحد يسوي تشريبة دياي أو تكون التشريبة فيجيتيريان. استهلاك اللحم جدا مفرط في شهر رمضان، فتلاقي يوميا إحنا قاعد ناكل لحم، يعني بالأيام العادية ممكن الواحد ياكل لحم مرتين ثلاثة بالأسبوع، برمضان تلاقي كل يوم قاعد ياكل لحم مع الكبة مع السمبوسة مع التشريبة مع الهريس، فتلاقي كل يوم قاعد ياكل لحم 30 يوم قاعد نفرط فيه استهلاك اللحوم، واللحوم تعتبر سعراتها الحرارية أعلى مقارنة بالدياي، وأيضا فرصة الإصابة لا سمح الله ببعض أنواع السرطان تكون أكثر في الإفراط باللحم. ما لاحظت أن أنت تطرقتي للفواكه، فالفواكه بالضبط، فالفواكه والخضار هم نفسهم يعتبرون اللي هو مصدر الياف جيد. الفواكه تعتبر بديل ممتاز للغبقه الرمضانيه اللي هي مشهوره بارتفاع السكر والزيت مثل ما انا ذكرت. فمثل ما انا قلت بدال ما الواحد اذا انت الحين عزمت بوفيه على غبقه، بدال ما انت تروح على الاشياء اللي هو اللون هذا اللي هو يعطيك الايحاء انه هو مقلي، تاخذ منه حبه مثلا عن خاطرك حق ناس يبون ينزلون وزنهم ايضا يبون يحافظون على صحتهم برمضان، وبعدين يتجهون على الحلويات اللي هو الاساس مالها مثل ما أنا
هذه كانت يا حليب يا فواكه. فسلطه الفواكه ايضا هم هذه يعني نصيحه حق الامهات، اذا انتم حطيتوا الفواكه نفس ما هي خلينا نقول بالغبقه وحطيتها قطايف وحاطه قيمات وحاطه زلابيا، ترى الفواكه تجي بروحها حق اغلب الناس ما راح تشوقهم. بالنهايه هذه اصناف احنا نشوفها بالسنه مره واكيد راح نتجه لها، فهني دور الام في ان هي تشجع افراد البيت ان هم يكونون اصحاء اكثر، ان هي كل يوم تسوي نوع معين من سلطه الفواكه، مو بالضروري يكون فيها عصير وايد، يعني مثلا بوملي ورمان، نقطع مانجا مثلا مع اناناس، فالشغلات هذه هي راح تشجع اهل البيت، ما في مانع ان ياكلون من الامور هذه يعني، لكن باعتدال القليل منه بالضبط، ما يكون في افراط منه اللي يؤدي الى لا إفراط ولا تفريط أكيد. كل الشكر لك، ونتمنى إن شاء الله من الجميع الاستفادة من الأستاذة سمية الإبراهيم باختصاصية التغذية العلاجية. شكرا لك. شكرا لك أيها الأحبة، هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج صباح الخير يا كويت، حتى نلتقيكم نحن وأنتم في رعاية الله، إلى اللقاء.